على موقع تويتر قائد عام شرطة دبي خلفان ضاحت ميم كان له موقف كتير متشدد من جماعة الإخوان المسلمين، وكان له رأي سلبي أيضا من الربيع العربي، فكتب على موقعه: يا ربيع العربي اللي جايب دمار، في الأصل الغرب لمناخك يدير، وأوهموا أن السعادة لك إطار، واللي يحاك بسر هو أمر خطير. أيضا كتب ضاحي خلفان على تويتر عن جماعة الإخوان المسلمين: جماعة متأسلمة لا أمان لها ولا عهد، فالحذر الحذر واليقظة اليقظة يا أبناء الخليج. وتابع: لقد أثبتت الأيام القليلة الماضية من خلال جلساتهم أنهم يكيدون كيدا لبلدان الخليج العربي وينكرون، والله خير الماكرين. وأضاف: سيدرك الإخوان أن مخططهم متحطم لا محالة على ضفاف الخليج. إشارة إلى أنه خلفان ضاحي هو من الناشطين على موقع تويتر وعنده أكثر من 150 ألف متتبع. على موقع يوتيوب أكثر فيديو كان عم تم تناوله اليوم هو للإنجليزي أندي ميراي بنهائي دورة ويمبلدون بالتنس. ميراي أول بريطاني بيبلغ النهائي من سنين طويلة، بكي بعد المباراة اللي تابعها أكثر من 17 مليون بريطاني وبكى كتار معه. Getting closer. I'm going to try this, and it's not going to be easy. I think this is not easy. 他女朋友 Kim Sears 也哭了。But it's not the people watching. They make it so much easier to play. The support has been incredible, so thank you. 他说呢，在温布顿，每个媒体都在讨论说，作为地主球员，这种关系让他在打起来呢会更加容易一些啊。再谢谢观众的支持，他也去拥抱了 Roger Federer。 很多现场的观众眼睛里面都含着泪水。 لهون منوصل لختام فقرتنا لليوم.